الفريق المنافس اللي امامه، وبالتالي ممكن راح يلعب في الشوط الثاني بطريقه مغايره. ناصر الروحاني، يلا يا ناصر، ناصر وركله جزاء، ركله جزاء، ركله جزاء، اول ركله جزاء في تاريخ بطوله غرب اسيا تحت 23 عام منحها الحكم الايراني بنسخ في تاريخ البطوله، في ثلاث نسخ، سبعه بالاولى، ثلاثه بالثانيه، وركله واحده بالاخيره، وهذه الركله رقم 12 في تاريخ البطوله. واول منتخب قطر على منتخب فلسطين سجلها اكرم عفيف، و11 ركله، 11 ركله جزاء في تاريخ ثلاث في النسخه الرابعه، وبالتالي هي لمنتخب عمان. وكانت للخط والتعليمات واضحه، ممنوع التقدم الى الامام، لك حريه التحرك على الاطراف. وسالم ال عبد السلام، هل سيسجل اول اهداف البطوله؟ سالم ال عبد السلام، الدقيقه 42 من عمر المباراه، سالم ال عبد السلام لاعب نادي ظفار وكان موجود في النسخه الماضيه، يتقدم، جول، أول أهداف البطولة وأول أهداف لقاء اليوم، يسجل العماني سالم آل عبد السلام من ركلة جزاء بالدقيقة 42 من عمر المباراة، بالدقيقة 42 من عمر المباراة يسجل من أول من أول الركلات في هذه البطولة. نشوف جمهورنا اللي يحضر في مباريات الفرق الضيفة، ومثل ما شاهدناه في بطولة كأس الخليج، ونتمنى أن يتكرر ذلك ليرسل العراق رسالة لكل العالم أنه احنا قادرين أن نستضيف كل